اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده هنركز ونشوف السوشيال ميديا ركزت على ايه، وكمان الصفحات الرياضيه اهتمت بخصوص ايه في النادي الاهلي في الساعات الاخيره خاصه. والنهارده عندنا مباراه كبيره مع غزل المحله في الدوري العام. اول حاجه الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر كتبوا ثلاث تغييرات في تشكيل الاهلي المتوقع امام غزل المحله. كنت لسه بتكلم مع كريم احمد من شويه وبساله على التغييرات المتوقعه، وفي ظل الغيابات اكيد هيكون في اكتر من تغيير في التشكيله الاساسيه بالمقارنه بلقاء الزمالك الاخير. لكن يلا كوره بيقول النهارده الاهلي كتشكيل متوقع يعني مش رسمي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، محمود وحيد ظهير ايسر مكان علي معلول المصاب، رامي ربيعه وياسر ابراهيم اثنين مساكين، السوليه واحمد نبيل كوكا النهارده هيكون موجود مكان حمدي فتحي، ولسه ديانج كمان غايب مش موجود، بيرسيتاو موجود، افشه موجود، طاهر محمد طاهر هيكون بديل لاحمد عبد القادر، وكمان محمد شريف راس حربة. يعني ثلاث تغييرات: محمود وحيد مكان معلول، نبيل كوكا مكان حمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر موجود مكان احمد عبد القادر. طيب نروح لحساب كوره بلس، وحساب كوره بلس بيقول ان تشكيل الاهلي المتوقع امام غزل المحله صلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم، فهم شايفين ان صلاح محسن هيكون هو التعديله اللي هتبقى موجوده في الخط الهجومي بالمقارنه للي كتبته يلا كوره. يلا كوره قال هيكون طاهر اللي موجود، لكن كوره بلس بيقول لا، صلاح محسن هو اللي هيكون موجود مكان طاهر. لكن التشكيل المتوقع برضو: الشناوي، محمود وحيد لا جدال في ظل غياب معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، كوكا بالتاكيد مكان حمدي فتحي، السوليه، افشه، تاو، شريف، وصلاح محسن. يعني اكيد هيشارك كوكا مكان حمدي، واكيد هيشارك محمود وحيد مكان علي معلول. لكن التغيير بقى: هل صلاح محسن هو اللي هيكون موجود مكان عبد القادر، ولا طاهر هو اللي هيكون موجود مكان احمد عبد القادر؟ هي توقعات السوشيال ميديا، سواء الصفحه الرسميه لكوره بلس او الصفحه الرسميه ليلا كوره. لكن الحساب الرسمي للمصري الرياضي النهارده كان بيتكلم في اطار تاني مختلف، بيتكلم على ان في رسائل مهمه من الكابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق للاعبي الاهلي قبل مباراه المحله. عقد معاهم جلسه خاصه وطالبهم بضروره غلق ملف القمه والتركيز في مباراه المحله، خاصه انها من المباريات الصعبه اللي هتواجه الفريق خلال الفتره اللي جايه. الكابتن سامي كمان شدد في تصريحات صحفيه على ضروره علاج السلبيات قبل مباراه المحله واللي ظهرت بشكل كبير في لقاء القمه. واتكلم الكابتن سامي مع اللعيبه على مشكله اهدار الفرص، في اهدار فرص كتير في الفتره الاخيره، فبالتالي مهم جدا استغلال الفرص اللي بتجيلك وعدم تكرار الاخطاء الفرديه اللي موجوده في خط الدفاع، والانسجام اللي موجود كمان في خط الوسط لازم يكون افضل من كده في الفتره القادمه. طيب حساب اليوم السابع النهارده كان بيتكلم على امر تاني مختلف، وهو يتعلق بمحمود كهربا. قالوا ان في قرار هام من كهربا بشان العروض المحليه والخارجيه بعد توصيه الاهلي. صفحه رسميه اليوم السابع بيقول ان كهربا اغلق العروض التي وصلت له خلال الفتره الماضيه من انديه محليه وخارجيه بعدما زادت فرص عودته للاهلي في ميركاتو الصيف المقبل، على خلفيه توصيه لجنه التخطيط للكره بالاهلي اللي اوصت بعوده اللاعب. ده كلام على عهدة اليوم السابع. هل لجنة التخطيط اجتمعت وأوصت بالموسم المقبل من يستمر ومن يخرج للإعارة ومن يعود من الإعارة ويكمل في الأهلي؟ أعتقد لسه بدري قوي على الكلام ده، في ظل اللي أنت بتشتغل على التعاقد مع مدير فني عشان تخطط للفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند.